في مود تاني الحقيقه مهم جدا، هو الكونتينوس مانداتوري فنتيليشن. ده بنتكلم عليه ان احنا في الحاله بتاعه المريض اللي هو ما عندوش اصلا قدره على ان هو يبتدي الانسبيريشن، يعني بيسك بيبقى فيه ساعات مشاكل في الموتور كنترول، بيبقى الدرايف اللي بيعمل انسبيريشن بيخلي الانسان يحاول ياخد نفس هو ده اصلا مش موجود، في مشكله فيه بشكل ما، او ممكن يكون انستيبل، فالدكتور ممكن يقرر ان هو يبقى محتاج ان هو يبقى في المود دوت. فاليوزر في الحاله دي بيحدد التارجت بريشر او التارجت فوليوم المطلوبين، وبيحدد البيب، يعني عايز ارفع الكلام ده بنسبه قد ايه، يعني هي طبعا زيرو، ممكن احنا نخليه اعلى شويه من الزيرو لو احنا حبينا، ويبقى الريسبيراتوري ريت برضو موجوده، يعني عندي الريت اللي انا بستعمله علشان يعني بعمل مثلا 15 بريث بير مينيت، ولا بعمل 20، ولا بعمل 10، يعني ده الريت اليوزر بيحدده، ونسبة الانسبيريشن للاكسبيريشن تايم بتبقى قد ايه في البيريود او السايكل بتاعت الاكسبير بتاعت الريسبيريشن. هنا كل حاجة الماشين بتعملها، يعني هنا اكشوالي بداية الشغل هنا، يعني مثلا شكل الويف فورم، هنا بنتكلم على حاجة زي فوليوم كنترول، فبالتالي شكل الويف فورم بتاعت البريشر مثلا شكلها بتبقى ما هياش ثابتة. احنا بنحاول هنا بيسكلي نعمل ستارتنج وسايكلينج يوزنج تايم، يعني ببتدي هنا ما بعملش اي ديتكشن للبيشنت للايفورت بتاع البيشنت خالص، انا هنا بحدد البدايه دي على طريق التايم، لما يجي وقت بدايه الانسبيريشن ببتدي وخلاص، ماليش دعوه بالبيشنت خالص، يعني ما ببصش على اي فاريبلز جايه من البيشنت عشان احدد بدايه الانسبيريشن. في مرحله الانسبيريشن بتحكم في الكنترول فاريبل، لو انا بتكلم هنا على الفوليوم بتحكم في الفوليوم او بتحكم في الفلو ريت علشان اقدر اوصل بيه ان هو يعني يبقى في يعمل لي الفوليوم او تايدال فوليوم اللي انا عايزه في مرحله الانسبيريشن اللي انا عارفها. انا هنا برضو طالما عارف نسبه الوقت بتاع الانسبيريشن نسبه الوقت بتاع الاكسبيريشن بقدر احدد تماما وقت الانسبيريشن كام ووقت الاكسبيريشن كام. طبعا الوقت بتاع مجموعهم اللي هو وقت السايكل كلها كام، هي واحد على الريت، واحد على الريسبيراتوري ريت، عشان لو انا عندي 15 بريث بير مينيت يبقى معنى كده كل بريث او كل سايكل بتاخد 4 ثواني. لو انا عارف نسبه الانسبيريشن للاكسبيريشن 50 50 مثلا، بيبقى عندي معنى كده يبقى انا عارف ان الاربع ثواني دي مقسمه 2 ل 2، ثانيتين لثانيتين. فبالتالي انا هنا ببتدي في وقت محدد، بنتهي في وقت محدد، يعني هنا اللي بيحصل السايكلينج. سايكلينج معناها نهايه الانسبيريشن، بحدده ازاي؟ بحدده عن طريق التايم. بعد كده مرحله الاكسبيريشن بتفضل برضو تكون بيسكلي يعني بتبقى باسيف وبيبقى لها وقت محدد، وانس الوقت بتاعها خلص ببتدي على طول سايكل تانيه وخلاص. فبيسكلي احنا عندنا هنا بنعمل ستارت اوف انسبيريشن بيز على التايم، لما الوقت بتاعها بيجي بنبتدي ما بنقيسش خالص المحاوله الانسبيريشن من البيشنت، ما هياش سينكرونايز مع المحاولات بتاعت البيشنت. الانسبيراتوري فالف بيكونترول اير واي بريشر during the inspiration to meet the target volume or يعني ال target pressure أو ال flow rate اللي احنا عايزينه. طبعا احنا بنتكلم على ال proportional valve، هو basically بيتحكم لنا في ال flow rate، وال flow rate هو اللي بيعمل لنا بعد كده ال pressure. ف basically بتحكم، عشان لو انا بتكلم على volume control بتحكم في ال proportional valve عشان يديني ال flow rate اللي انا عايزه، وال flow rate هيديني ال volume اللي انا عايزه. بنحدد ال end of inspiration basically لما وقته بينتهي. ما بنتكلمش بقى على ان في عندنا يعني بيبقى في عندنا مثلا ديتكت مثلا لما الفلو يقل عن ثريشولد معين، لا احنا هنا في المانداتوري فنتيليشن بيبقى الوقت محدد للانسبيريشن بكذا وقت، وانس الوقت ده خلص خلاص. بعد كده وانس ان احنا عملنا وانس ان احنا وصلنا لنهايه الانسبيريشن بنقفل الانسبيراتي فالف ونبتدي بعد كده في مرحله الاكسبيريشن. لو انا عندي البيب بزيرو خلاص انا هنا ده بيبقى مفتوح 100% مفيش فيه كنترول. لو انا عايز ده يبقى elevated شويه يبقى يعني at the baseline مثلا 5 سنتيمتر H2O مثلا، يبقى معنى كده بعمل كنترول هنا على البريشر بنفس الطريقه اللي عملناها قبل كده في المودز السابقه. فلو احنا بنتكلم على الانسبيراتوري كنترول سيركت بيبقى عندي هنا set point بتبقى فوليوم هي التايدال فوليوم اللي داخل للبيشنت، بيبقى في عندي هنا طبعا السيت بوينت او الادجستمنت بتاعي بيبقى على البروبورشنال فالف، بيبقى برضه ستيل بريشر وهو اللي بيحدد لي الفلو ريت بيساوي كام، يعني بغير الويف فورم بتاعت البريشر علشان تديني الفلو ريت الثابت اللي انا عايزه، وبحدد الفلو ريت الثابت ده عشان يديني تايدال فوليوم في الانسبيراتوري تايم المحدد.
وبرده الكلام ده بيروح للبيشنت، وباخد بعد كده اللي هو الفوليوم اللي انا عملت له، اللي انا باخده من البيشنت ده عشان اتاكد ان انا فعلا اديت البيشنت تايدال فوليوم المظبوط. وبعد كده باخد برضو نسبه منها، وباخد جزء منها برضو بروح بيه تاني علشان الفنتليتور يعمل الكنترول لوب اللي هو المفروض يعملها علشان تديني التارجت مثلا تايدال فوليوم اللي انا محدده.